الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. واحد من إخواننا أظنه من الأزد ومن عمان، وهذه قبيلة مباركة وفيهم فضل كبير، وأهل عمان حقيقة من الناس الطيبين جدا، يعني من أحسن الناس معاملة، مع يعني اختلطت بعدد قليل منهم، لكن حقيقة من أفضل الناس في التعامل جماعة عمان. سأل سؤالا متكررا، يعني أرسله ربما عدة مرات، يقول: ما تأويل قوله تعالى وما فعلته عن أمري؟ ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. لماذا قال تستطع ولم يقل تستطيع كما قالها في المرة الأولى؟ هذه قد أفردناها بتسجيل خاص، ليس السؤال عن هذه، أفردناها بتسجيل خاص، لكن يعني لا بأس أن نذكر به أن الأمر كان مستثقلا جدا على سيدنا موسى، وأن حالته النفسية كانت رافضة لهذا الشيء ولا تستسيغه بحال من الأحوال، فقال تستطع في البداية، فهذه التاء زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى غالبا. المبنى ما هو؟ الحروف، بناء الكلمة، والمعنى معروف. إذن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى غالبا. لماذا نقول غالبا؟ لأنه في أحيانا استثناءات مثل المصادر، زدت أو نقصت هي هي، أو مثلا قلت زمن وزمان، زاد الحرف مثلا، ما الذي حصل؟ لم يتغير شيء. أراد أن يعبر عن الحالة النفسية وعدم استساغته لما فعل الخضر، فقال في الأولى تستطيع، في الثانية قد اتضحت الأمور فصارت يعني سهلة، فقال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بهذه الإشارة التاء أشار إلى سهولة الأمر في الثانية، وبحذفها أشار إلى السهولة، وبإثباتها أشار إلى الصعوبة. هذا تحدثنا عنه. ما فعلته عن أمري، ما المعنى في هذا؟ اختلف الناس في الخضر عليه السلام، فقال بعضهم أو كثير منهم، وركز عليه كثير من الصوفية، أنه كان وليا من الأولياء، وهذا سيدخلنا في إشكالات الله تعالى بها عليم. كيف للولي أن يتصرف بدون شريعة؟ لابد أن يكون عنده هدى من الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون متبعا لنبي، ما من ولي إلا وهو متبع لنبي، فكرامة الولي هي معجزة لنبيه، وكل ما عند الولي من خير فهو من نبيه الذي آمن به وصدقه واتبعه، من الرسول الذي اتبعه، هذا لا خلاف فيه ولا نزاع. طيب كيف يكون وليا ويفعل هذه الأشياء التي هي مخالفة لما عليه شريعة موسى عليه السلام؟ طبعا شريعة موسى يعني في ذلك الزمان كل نبي يرسل إلى قومه، فلا مانع على القول بولايته، فلا مانع على القول بولايته أن يكون يتبع نبيا آخر من الأنبياء، وتعبد بشريعة غير الشريعة التي تعبد بها موسى. هذا يعني احتمال، وإن كنت أراه مرجوحا، أرى الراجح أن سيدنا الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى، بدلالة هذه الآية بالذات وبدلالة العقل. أما دلالة هذه الآية وما فعلته عن أمري، يعني فعلته بأمر الله، إذن فعله بأمر الله، إذن لابد أن يكون نبيا، لأن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فلا بد للبشر حتى يكلمه الله من أن يكون هناك وحي، وما دام أوحي إليه فهو نبي. الوحي الذي هو أوامر ونواهي وأفعال وترك ونحو ذلك، إذن هو نبي من أنبياء الله تعالى، مأمور بشريعة من الله، يعني الله تعالى فقال له فعل ذلك. طيب ما علاقة سيدنا موسى أيضا نبي،
ولكنه كل واحد أرسل في منطقة معينة وحالة معينة. فليس للخضر عليه السلام أن يفعل شيئا بدون أمر إلهي، ولا يكون الأمر الإلهي إلا عن طريق الأنبياء. وما فعلته عن أمري، إذن فعلته عن أمر الله، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لذلك نرى أن الراجح في هذا أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى، مأمور بشريعة غير الشريعة التي أمر بها موسى عليه السلام. يمكن هذا أن يأمر الله بشريعة؟ نعم يمكن. إيش يعني ربي يعني يفعل ما يشاء؟ أنت مالك أنت يا أخي، أنت مالك معاجبك خلاص. أمر هذا بأمره، سيد له عبدان، العبد أول قال له فعل هذا، والثاني قال له فعل شيء آخر في مكان آخر، يفعل ما يشاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.